السلام عليكم. نيجي الآن لموضوع إيش أفضل مواقع الصور أو أفضل 5 مواقع للصور اللي أنا بستخدمها. أول موقع هو فريبيك، موقع كتير مشهور مش بس للصور، هنا ممكن تلاقي ملفات بي اس دي مفتوحة المصدر، في آيكون، في فيكتور، إلستريتور، كل إشي أنت بدك إياه ممكن تلاقيه في فريبيك. يعني لو انت بدك اصلا هنا تصميم موقع كامل، لو كتبنا هنا ويب سايت هتلاقي تصاميم وفري. طبعا هذا هو الموقع الاول فري بيك. الموقع الثاني انسبلاش. انسبلاش من افضل مواقع الصور، ان ما كانش افضلهم، من افضل مواقع الصور بالنسبة إلي. أنا كتير باخد صور من الموقع هذا، وإلهم إضافة معمولة على يعني على جوجل كروم، بحيث إنه لما تفتح تاب جديدة هيك تجيك صورة من الأنسبلاش. أنا هذا مش مفعلها، لو أنا بدي أجي أفعلها هنا عشان أورجيكم إياها، أنا بس اسمها أنسبلاش إنستنت، هذه هي. خلوني أوقف هذا شوية هيك، هذا بصير إن أنت كل ما تفتح تاب جديد بيجيك صورة من موقع أنسبلاش، وبسهولة بتدوس داونلود خلاص نزلت الصورة عندك. طبعا هنا بيجيك أفضل يعني أكتر صور ماخدة لايك، صور في قمة الروعة، يعني الأفضل إنكم تجربوا الإضافة هذه Unsplash Instant. طيب اوكي، هذا بالنسبة لموقع Unsplash. الموقع الثالث Pixels. طبعا اكيد راح تلاقوا اللينكات في الديسكريبشن، pixels.com. في Pixels هنا بتلاقي صور، وبتلاقي هنا احلى يعني افخم ما في المواقع الصور، اللي بيكون حاط السيرش هنا في نص الشاشة، مش بيكون حاطه هيك بعيد. يعني انا بالنسبة لما بدي افوت على صورة اول حاجة بدي ابحث، فبلاقيه خلص هو فهم مش بدي، فبكون حاطط لي السيرش هنا. هيك افضل بالنسبة لي انا كيوزر، وممكن كمان يعمل الحركة هاي انه ايش اكتر حاجة ناس بيبحثوا عنها. لو جينا على التكنولوجي هنا تلاقي صور زي ما انت عاوز. هذا بالنسبة للموقع الثالث. الموقع الرابع ستوك سناب، نفس الفكرة، من المواقع اللي بيقدم صور، طبعا كل الصور اتش دي. لو جيت هنا ترند، يعني هنا ترند بيقول لك ايش، انه اكتر الصور تحميل. تمام، هذا بالنسبة للموقع الرابع. والموقع الخامس بيكسباي. هنا فكرة انه هو عامل سيرش، يعني الحلو في الموقع هذا السيرش اللي عنده. لو جيت انا هيك شوف السيرش هنا كيف، ممكن تشوف برضو الموقع هذا شو بيعطينا، حاجة مميزة بيعطينا، ممكن هنا فيديو. شايفين؟ طبعا هنا في اقسام، انه في عندنا بس صور، في عندنا الستريتور، صور بالالستريتور، وفي عندي فيكتور، كتير بندور على رسمات الفيكتور، وعندي هنا الفيديو، وبتقدر تعمل سيرش زي ما انت عاوز. هذا هو بالنسبة للموقع الخامس، راح تلاقوا اكيد اللينكات في الديسكريبشن. كان هذا هو بالنسبة لموضوع الصور. بإمكانك تختار أي موقع من الخمس مواقع اللي عرضتها عليكم هدول، وتجيب منهم صور قمة غاية في الروعة، يعني مش هتلاقي أفضل من هيك. طبعا كل الصور اتش دي وكلها صور فري. كان هذا بالنسبة لموضوع الصور. شكرا، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.